بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أبنائي الطلاب، مرحبا بكم بناتنا الطالبات في جامعة الملك عبد العزيز جامعة المؤسس. نرحب بالجميع، أهلا وسهلا، حياكم الله من عدة كليات من شطر الطلاب وشطر الطالبات. مرحبا بالجميع، أسعدتموني هذا اليوم ومع الصباح، وهناك سعادات يعني إيجابية، فأنتم مصدر السعادة الإيجابية، أنتم الزهور وأنتم يعني التفاؤل وأنتم الإيجابية. شكرا لكم ولحضوركم، حضور جميل وعدد كبير جدا صراحة حضور اليوم، ويشاركنا طلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير وكثير من الزملاء والزميلات. حياكم الله جميعا واهلا وسهلا بالجميع، وان شاء الله الجميع سامع صوتي والامور كلها يعني على ما يرام. سوف ننطلق، ولكن بدايه ما هو الامن السبراني؟ السؤال لكم، ماذا يعني الامن السبراني؟ امن المعلومات وحمايتها، كلام جميل منى. الامن من اختراق الاجهزه، اوكي. الامن من اختراق الاجهزه، اوكي، كلام جميل. لا، هيفا السلمي تقول امن السبراني وامن المعلومات، لا. اوكي، اللي معانا حاسب الي ممكن يعني يعرف ايش الفرق ما بين الامن السبراني وامن المعلومات. الامن الداخلي، لا. امن المواقع، لا. طيب احنا يعني نكتفي بكلمه يعني هو حمايه المعلومات. لما يقول لك واحد الامن السبراني هو حمايه المعلومات، فانه كلامه ايش؟ منطقي وايش؟ ومرن في هذا السياق. سوف نتفق مع جميع اتفاقيات مهمه جدا، وهي ان نتاقلم مع المدرب ايضا ايش؟ سوف يعني نكون مع المدرب بشكل كبير جدا. حضورك 3/4 المحاضره يعطيك الشهاده اوتوماتيك، حضورك يعطي نسبة كبيرة عندنا في البلاك بورد، فتمنح الشهادة على حسب حضورك. إذا كان حضورك دخلت وتقول بس أسمع تسجيل لاحقا، تسمع للفائدة العامة، التسجيل لا يعطيك شهادة. أوكي، حضورك مع يعني بأكثر من 60%، أوكي، سوف إيش؟ يمنحك الشهادة. إذا رحت للتسجيل وعندك حضور 60% تكتمل النسبة هنا تاخذ الشهاده. واحد ما سجل اليوم معنا ولا بس سمع المحاضره وشاف العرض عن طريق ايش؟ عن طريق البلاك بورد ام بي 3 او ام بي 4، فهو يعني سوف ايش؟ يعني يستفيد للفائده والحضور. ايضا احب انه يعني احدث على الشات او صوتيا او يراسلني ايميل، راح اجيب. نلتزم بوقت البرنامج، سوف نتكلم وسوف يكون هناك استراحة يعني في الحديث، وسوف أتكلم الساعة 10 بإذن الله حتى الساعة 1 يعني ظهرا. أنا أخوكم، أنا تعريف عني، أنا أخوكم الدكتور فهد عضياني، وكيل كلية الحاسبات بفرع رابغ، المشرف العام على التطوير الإداري والتدريب بالجامعة سابقا، الرئيس التنفيذي للمكتب الاستشاري كفاءة للإبداع وذكاء الأعمال، مكتب استشاري بالجامعة. أيضا أنا أخوكم أستاذ مشارك في كلية الحاسبات الفرع الرئيسي يعني، وأرحب بجميع طلاب كليتنا وطالبات كليتنا يعني، أيضا إذا كانوا معنا طلاب من الطلاب الذين سبق وأن درستهم وتشرفت في تدريسهم أو طالبات، فأنا من كلية الحاسبات الفرع الرئيسي، عضو هيئة التدريس بقسم نظم المعلومات، تخصصي الدقيق ذكاء اصطناعي، وخبير بالأمن السبراني، خبير وباحث بالأمن السبراني، مدرب معتمد من وزارة التعليم من جامعة الملك عبد العزيز، مدرب معتمد من البورد الكندي للتدريب، دربت أكثر من 9500 ساعة تدريبية، 18 عام خبرة أكاديمية وتدريبية وأكاديمية في الميدان. عندي مؤلفات كتب جميلة أنصحكم بقراءتها يعني، وإن شاء الله إذا أحد يعني يوم من الأيام بشرني أنه أخذ شهادة مايكروسوفت للأمن السبراني، راح أهدي أحد كتبي.
عندي كتابين جميلة، كتاب وهو تدريب المدربين، وأنا لدي دورات يعني كثيرة في تدريب المدربين، ويعني يمكنك عن طريق تويتر كتابة اسمي وراح يطلع معاك يعني الحساب حقي، ويعني تتجول فيه وتشوف الدورات التي أقمتها، وخرجت الحمد لله يعني 690 مدرب ومدربة حتى الآن منذ عدة سنوات، وافتخر فيهم في الميدان. لدي كتاب باسم تدريب المدربين، وكتاب آخر عش حياتك بلا كراك، وإن شاء الله تكون هذه الدورة هي سعادة إيجابية للجميع، وإنكم إيش يعني تستفيدوا منها وتأخذ منها جرعات إيجابية مهمة في حياتك. سوف أتكلم عن الوحدة التدريبية الأولى، سوف أتكلم عن عدة موضوعات: الرقمنة، ثورة المعلومات، الأمن السبراني، أساسيات للأمن السبراني، تعريفه وأهدافه، الاستراتيجية الوطنية للأمن السبراني، الفرق ما بين الأمن السبراني وأمن المعلومات، الحروب السبرانية، محاور الأمن السبراني، أبعاد الأمن السبراني. أيضا سوف أتكلم عن الفيروسات والأمن السبراني، تعريف الفيروسات هذا في الجلسة التدريبية الثانية، أنواع الفيروسات في الفضاء السبراني، طرق وحلول مكافحة الفيروسات، الهندسة الاجتماعية، صفات المهندس الاجتماعي، طرق وحيل في الهندسة الاجتماعية، حماية البيانات. الجلسة التدريبية الأخيرة الجريمة السبرانية، سوف أتكلم عن تعريف الجريمة السبرانية، أنواع الجرائم السبرانية، تأثيرها على المجتمع، طرق حلول هذه الجرائم السبرانية، وسوف أتكلم كيف نبلغ عن الجرائم السبرانية، وكيف تحدث الجريمة السبرانية، والقانون السعودي للجرائم السبرانية، وأخيرا توصيات عامة. ما هو الهدف العام؟ ما هو الهدف العام من هذا البرنامج؟ الهدف العام من هذا البرنامج يعني كما تعلمون ثقافة الدولة الآن ثقافة تقنية بحتة، وتعمل الدولة على دعم الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، البيج داتا، البيانات الضخمة، وتحليل البيانات، أربع محاور مهمة جدا في الحاسوب تعتمد عليها الدولة، وكما قال سيدي ولي العهد حفظه الله في كلمة 20، الدولة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، على البيانات الضخمة وتحليل هذه البيانات. فهدفنا من هذه الدورة أن نمشي مع ثقافة الدولة، من يحب الأمن السبراني ويحب أن يعمل حماية لبياناته كي لا تخترق، هذا شيء إيجابي. اليوم سوف نتعرف على أساسيات في هذا الموضوع، لدي دورات كثيرة، يعني من يتابعني على السوشيال ميديا بشكل عام يعني سواء كان سناب أو تويتر أو واتس، لاحظ أنه عندي دورات كثيرة في الأمن السبراني، ودورات متخصصة أيضا يعني ليوم توعية وتثقيف، واليومين ولثلاثة أيام إن شاء الله الأسبوع الجاي عندي دورة في الطائف، وأيضا يعني دورة في الشمال، ودورات متعددة لرفع الوعي وتثقيف الآخرين بما هي استراتيجية الأمن السبراني، ما هو الأمن السبراني، ما هي الجريمة السبرانية التي تكون جاذبة للعناصر يعني الإجرامية. جميل، هذا هو الهدف العام. شوف الأهداف التفصيلية، يقول سوف أتعرف على الأهداف التفصيلية، أولا على ما هي الرقمنة، أوكي هنا، بعدين ثورة المعلومات، الاطلاع على تحديد هوية وسرية المعلومات، التعرف على الفيروسات وإدارة المخاطر، التعرف على الجريمة السبرانية وأنواعها، كيفية الإبلاغ عن الجرائم السبرانية، التعرف على البرمجيات الخبيثة المزعجة في الفيروسات. هذه محاور سوف أتكلم عنها هذا اليوم، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم. خليك معي. قصة كسر الجمود، قصة تدريبية في كسر الجمود، أحد يتذكر هذه الصورة؟ لما كان 2009، سؤال للجميع، لما كان 2009 هل كنت طالب أيام السيول اللي كان موجود وحاضر وشاف الجامعة يعني بعد السيل مكتوب لي رقم 2 عشان إيش؟ يعني أتذكر أنا وياه يعني ماذا حدث للجامعة. أوكي؟ اكتب لي رقم 2، أعرف إنه أنت إيش؟ يعني إيش كنت في الجامعة ذلك الوقت،
وعشان اعرف انه هل اعمارنا انا وياك يعني متقاربه ام لا. يوجد لدى الجميع عرض بي دي اف فايل على المحتوى برنامج كونفو، اول ما تفتح الصفحه تحت عندك بي دي اف فايل يمكنك استعراضه عندما يعلق البرنامج. المشكله البرنامج انه في له عدد كبير جدا، يعلق الشات ويعلق يعني كل حاجه. اوكي؟ فيعني ممكن ليش تفتح الفايل حق بي دي اف فايل ويعني تشوف معانا. عموما قصة يعني الجامعة 2009 كانت قصة كوارثية جدا 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 جدا. فقدت الجامعة جاء السيل وهو يعني جاء السيل عام 2009، ولما جاء السيل يعني داهم الجامعة. اوكي، بعد ما جاء السيل وداهم الجامعة يعني أصبحت هناك كارثة طبيعية، يعني داهم الجامعة، داهم يعني الإدارة العامة، شؤون الموظفين، البعثات. أنا وقتها كنت مبتعثا، وعندما يعني أتت يعني هذه السيول دمرت الأجهزة، دمرت المعلومات، أصبح عندنا إيش يعني إشكالية كبيرة في إيش في المعلومات. وبهذه الصورة يعني عندما تدمر المعلومات يعني تعد جريمة استيطانية. فيعني هو يعني السيل يعني كان قوي جدا. اوكي، وكان يعني مدمر، فدمر أجهزة السيرفرات الموجودة في عمادة تقنية المعلومات في ذلك الوقت. وبهذه الصورة يعني أصبحت يعني إيش الجامعة يعني متلف بياناتها. فإتلاف البيانات، إتلاف البيانات يعني يعتبر من إيش؟ من يعني الجرائم السيبرانية، سواء بكارثة طبيعية أو بفعل فاعل. فأصبحت يعني موجود هناك إيش؟ جريمة، ودمرت معلومات يعني الطلبة والطالبات. بهذه الصورة أصبح الموضوع يعني مزعج بالنسبة للجميع. فبعد ذلك يعني أتى دعم سخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين رحمه الله آنذاك الملك عبد الله، وتم أيضا يعني صراحة يعني العمل في هذا الموضوع ودعم الجامعة، وأعاد الجامعة وأعاد بناء الجامعة بشكل كبير جدا. ف يعني هذا الشيء ما شاء الله تبارك الله يعني نذكره جميعا. وحصل هذا الموضوع على جامعتنا. الشاهد في هذه القصة هو أنه حصل تدمير للمعلومات، فأي أحد يدمر المعلومات أو يتلفها أو يعدلها في الأنظمة الإلكترونية تعتبر جريمة سبرانية، تعتبر جريمة سبرانية. طيب لو سمحت معي الزملاء والزميلات خلال دقيقة واحدة، يعني أنا أتمنى أنه جميع إيش يعني يشاهد أو يفك العرض إذا كان عنده. أنا حاولت أنه أنا يعني أعمل مشاركة، أنتم تقولون بيعلق، أنا بحاول أعمل له ريفرش مرة ثانية. لدينا اختبار، أتمنى جميع أنه شايف يا رب، حد شايف الاختبار؟ إذا شايف الاختبار اكتب لي رقم واحد. حاول تجاوب على هذا إيش الاختبار لو سمحتم، اللي هو أمام الجميع، اختبار أمام الجميع. يقول لك هل أمن المعلومات هو حماية المعلومات والبيانات فقط على شبكة الحاسب؟ هذا السؤال، نعم أم لا. هل يمكنك مراقبة عمليات التصفح بالمتصفحات المخفية؟ السؤال الثالث، هل عندما نغلق الجي بي إس في الهواتف المحمولة يمنع تعقبك؟ السؤال الرابع، كم إذا كانت شبكة الإنترنت في الأماكن العامة مؤمنة برقم سري فهل هي آمنة؟ رقم خمسة، يقول كم مرة يطلب منك البنك تأمين لمعلوماتك من خلال إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بالخدمات البنكية على الإيميل؟ أتمنى الإجابة من الجميع. بينك وبين نفسك جاوب، شوف معلوماتك في الحاسب من 1 إلى 5. لا مش مرتين.
يطلب منك اكثر من مرتين. جاوب بينك وبين نفسك، يعني شوف معلوماتك الحاسوبيه، هذا اختبار قبلي لبدايه الدوره. هو عموما 3 مرات يطلب منك الايميل، يعني تغيير الايميل 3 مرات البنك. الجلسه التدريبيه الاولى سوف اتكلم عن الرقمنه وثوره المعلومات في الامن السبراني، وسوف نتكلم عن ما هو رقمنه. سمعنا يعني من فتره يعني قريبه انه اي شيء الان يقول لك ايش العالم الرقمي والتحول الرقمي، تسمع شيء من هذا الموضوع اوكي، وهذا يعني كثيرا انه الموضوع اصبح يعني المعلومات رقميه محفوظه بشكل جميل. فنلاحظ انه عندما تنظم المعلومات في شكل قواعد بيانات، نلاحظ انه هذا الموضوع مره مهم جدا بالنسبه لدينا، وهو عمليه ايش؟ تنظيم المعلومات وتنظيمها بشكل رقمي، نستفيد منه الكثير من اجل ان تكون يعني البيانات الموجوده يعتمد عليها في اتخاذ القرار. ايضا المعلومات الرقميه يعني تخلق الرقمنه صوره رقميه لشيء حقيقي، يعني في شيء محسوس، مثلا عندك بيانات في ارشيف معين، يعني سواء بين الطلاب في اوراق، ويجيك واحد يقول لا نبغى نعملها الكترونيك، اشياء رقميه نحولها الى داتابيز، يقول لك هذه المعلومات الرقميه مفيده جدا في التحول من معلومات تقليديه الى معلومات رقميه. يمكن يعني لهذه المعلومات سواء كانت صوره او بيانات او فيديو، يقول ان ترقمن بشكل واضح وسهل جدا جدا. ايضا يعني كما تعرفون ابنائي وبنات الطالبات، انه بدايه في التعامل مع الاجهزه هو ادخال بيانات، اسمها بيانات يعني بيانات خام، بعدين يحصل عليها زائد معالجه داخل الجهاز، تطلع معانا ايش؟ انفورميشن، معلومات. هذه المعلومات احنا نسميها معلومات رقميه ظاهره من الجهاز، يعتمد عليها بصوره عامه في يعني صناعه المحتوى. ايضا يعني يهمنا في موضوع المعلومات ورقمنه هذه المعلومات ان تكون يعني هناك استفاده من هذه المعلومات ايش؟ الرقميه. أتت ثورة المعلومات، أصبح هناك في عولمة ما بين يعني جميع القطاعات والدول، أصبح معلوماتك متناقلة ما بين يعني العالم في ثواني، أصبحنا نكلم أبنائنا المبتعثين صوت وصورة ونرسل لهم بيانات وصور من يعني ما يحتاجونه من السعودية إلى دول الابتعاث، أصبح هناك ثورة معلوماتية واتصال قوي بيننا وبين الآخرين في كل العالم، معناته احنا في أجيال يعني الصناعي الرابع، اعتمدنا على المعلومات والبيانات، ثم وصلنا الى معرفه حقيقيه من ثوره يعني المعلومات. هذه الثوره يستفاد منها في انظمه دعم القرار وتخزين البيانات يعني بشكل كلاود كومبيوتنج في الحوسبه السحابيه، من اجل ان نستفيد من هذه المعلومات مجموعه كبيره من الناس. ثورة المعلومات كما تعرفون يعني مهمة جدا، وفيها مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وتهم جميع الدول، وتعمل كافة الدول على هذه المعلومات يعني من أجل أن يكون هناك يعني استفادة لكل الدول. أيضا هناك يعني أسرار كبيرة في عملية تكنولوجيا الأعمال والانتقال من المعلومات العادية إلى المعلومات الرقمية. يقول إنه الفائدة منها تزيد التنظيمات، تزيد التنظيم. شركة منظمة لو تشوف وعندها أجهزة وطابعات وموظفين، يعني تسألهم عن معلومة يجاوبونك في ثواني، معناته إنه شركة منظمة. لما تجي عند إدارة أخرى أو شركة أخرى غير منظمة إلكترونيا أو رقميا، تلاحظ انه تبغى معلومه تاخذ لك يقول لك راجعنا بعد 3 ايام بعد اسبوع. هذه شركه غير منظمه، ولا يوجد فيها يعني ثوره معلومات ولا تقنيه معلومات
ولا معلومات رقميه. يقول لك ايضا لا يمكن للناس يعني التفاعل يعني مع المشاركين بدون وجود بيانات تنتقل يعني عبر الاجهزه والشبكات والتفاعلات بشكل كبير جدا. ايضا لا يمكن ان يحدث تبادل للمعلومات من دون وجود ضمانات للامن السيبراني، ولا يمكن تخطيط اي خدمه بدون مراعاه هذه الخدمه. يقول لك يعني انت تبغانا نتحول على الكمبيوترات كلنا، اكيد يعني سوي لنا امان بس نجيك، كان الناس تقول لك كذا سوي لنا امان ونحن ايش سوف ناتيك على طول. فبالفعل عندما نضع معلوماتنا على الشبكات وعلى الانترنت نحتاج الامان، ودائما يعني الامان مهم في المعلومات. من اهم الاشياء في ثوره المعلومات لجميع البلدان والمنظمات اول موضوع الابتكار والتطوير. عندك ابتكار تقني سوف يعني تكون يعني موجود في الساحه، سوف تكون متين معلوماتيا، سوف تفتح امامك يعني افكار ابداعيه، ويعني تخلق من هذه الافكار يعني برامج ومشاريع مدفوعه التكاليف لشخصك الكريم ولدولتك. وبهذه الصوره يعني الابداع والابتكار ياتي دائما من اعمال التقنيه. في الابداع والابتكار في ثوره المعلومات اتذكر ان عندي طالبه ماجستير، طالبه اسمها تخالي الله يحفظها، سوت قفاز الكتروني. هذا القفاز الالكتروني اللي سوته الطالبه يعني انا كنت اقول لها تخرجي بس ما يحتاج، هي تقول لا ابغى اجيب حاجه، كان عندها طموح قاتل. فاعجبت لها طموحها وتعبتها، فسوت قفاز الكتروني يتعرف على اشياء، تحط يدك على الكاس يقول هذه كاسه قهوه، هذه شاي، هذه مثلا ايش؟ يعني صحن كبير، هذا مثلا براد شاي، يتعرف على الاشياء الموجوده داخل ايش؟ المنزل، ويكون فائدته للناس اللي هم يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه من فئه العمي. فكان هذا الابتكار يعني قوي جدا، استغرق سنوات طويله، ومن ثم قامت هذه الطالبه بعمليه يعني اخذ براءه اختراع وباعت المنتج كفكره ب 500 الف ريال سعودي. انا كنت شاهدا على هذه القصه وكنت داعما لهذا الموضوع، وهي احد طالباتي المميزات والان موظفه في قطاع كبير واعطوها مدير لانها يعني مبتكره. فالمعلومات تحتاج الى الابتكار. اثنين، دعم ثوره المعلومات. دوله ليس لديها ثوره معلومات، ليس لديها كلاود كومبيوتنج سحابه حاسوبيه تحفظ بياناتها فيها، ليس لديها يعني قوة معلوماتية، سوف تكون الدولة ضعيفة جدا 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 جدا. اوكي؟ فتلاحظ انه في دول قوية الكترونيا وماسكة الفضاء السفراني، وهناك دول أخرى ضعيفة يعني ولا تستغل الاتصال في الوقت الحاضر، وليس لديهم حرية رأي ولا رسائل بريد الكتروني ممنوعة في بعض الدول. لكن نحن من الدول المتطورة في السعودية، وهذا بفضل الله وفضل حكومتنا الرشيدة. الأمن السبراني، الأمن السبراني يقول لك هو كتعريف يعني عشان الناس كلها تعرف. أنا سألت عن قبل شوي قالوا لي الزملاء والزميلات هو حماية المعلومات فقط، كتبوا لي كذا حماية المعلومات. أنا أقول لكم لا، الأمن السبراني هو أكبر بكثير. من أصلا لو تلاحظون الأمن السبراني يعني مرتبط مباشرة بمين؟ واحد يقول لي يلا، اللي يقول لي انه مرتبط بمين الامن السبراني؟ في هيئه عندنا في السعوديه اسمها الهيئه الوطنيه للامن السبراني. واحد يقول لي مرتبطه مع مين؟ ونعطيه درجه يلا، بس تكون بكل الحاسبات. الامن السبراني لا، مركز المعلومات لا، مرتبط في هرم معين. الهيئة الوطنية للأمن السبراني مرتبطة في هيئة في كيان معين عشان تعطيها قوة. من هو ذلك الكيان؟ هذا سؤالي للجميع. مرتبطة بهيئة الاتصالات؟ لا،
أمن الدولة لا، هيئة الاتصالات لا، مرتبطة بسيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اللي هو الملك، يعني رئيس الهيئة الوطنية للأمن السبراني، رئيس مين؟ رئيس الملك. أوكي؟ فنعرف الأمن السبراني هو مجموعة من الوسائل والسياسات والإجراءات الأمنية ومبادئ توجيهية، وأيضا يعني هو إدارة مخاطر وتقنيات يمكن استخدامها لحماية البيئة السبرانية وموجودات المؤسسات والمستخدمين. أيضا نلاحظ أن الأمن السبراني ليس فقط سياسات، هو سياسات توعية تحذير وتحذير من المخاطر ومن الهجمات ومن الاختراقات، وسوف أيضا يحمي البيئة السبرانية الموجود فيها الأفراد والحكومات وكذلك الأشخاص. تعريف ثاني يقول لك الأمن السبراني هو مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام الغير مصرح به وسوء استغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات وحماية سرية المعلومات وحماية المواطنين والمستهلكين من مخاطر الفضاء السبراني. مرة ثانية يعني هو التعريف علمي، تلاحظ انه ممكن يكون صعب عليك لكن هو سهل. يقول لك الامن السبراني هو يقول لك يمنع اي شخص يريد ان يعمل بغير اذن في المواقع الالكترونية. يعني عندك يابشر يوزر نيم باسورد، يعني لك اذن، اذا لك اذن مسموح الدخول، ويوفر لك الامان المعلومات الخاصة فيك والمعلومات الحكومية ومعلومات الشركات، ويقلل من المخاطر الموجودة في يعني الدولة. أوكي؟ فهو مرتبط بالملك معناته مدعوم بالملك معناته حاجة مهمة. أهداف الأمن السبراني نشوف أول حاجة رقم واحد يقول التأمين على البرامج والتطبيقات الإلكترونية وتأمين حماية الموارد البشرية والمالية المرتبطة بتقنية الاتصالات والمعلومات. نلاحظ هنا أنه يعني يعمل لك تأمين، يعني ايش معنى تأمين؟ يعني حماية معلومات للشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية وحماية الموارد البشرية الـ HR مقصد بها المواطنين. فالأمن السبراني يحميك، يحمي معلوماتك، وهو مرتبط بالدولة وهو مسؤول من خلال هيئة الوطنية للأمن السبراني. ويتضمن يعني أيضا يعني أهداف الأمن السبراني الحد من الخسائر والأضرار، يعني كل عملية تنتج على شركة مايكروسوفت تخسر مايكروسوفت في الأسبوع الواحد أو الشهر الواحد من عدة هجمات تقريبا 30 مليون دولار، معناته عدد كبير خسرته مايكروسوفت وهي شركة قوية عملاقة عندها حماية معلومات. ثلاثة، الأمن السبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد، لا سيما أن الحرب السبرانية أصبحت جزء لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول. أربعة من أهداف الأمن السبراني تضخم البيانات، أصبح هناك في تضخم كبير للبيانات وأصبح يعني من الواجب حماية هذه البيانات المتضخمة في السيرفرات وكذلك في الأجهزة وفي الجوالات، فأمان هذه البيانات هو يعني شيء مهم جدا بالنسبة لخصوصيتك. الأمن السبراني والسياق الأمني للبنية التحتية للاتصالات، يعني هناك يعني علوم متزايدة وعي متزايد، بنية تحتية قوية من خلال يعني الأنظمة تجعل أنه تقلل يعني حدة المخاطر على هذه الأنظمة في الدولة. دائما وابدا يستغرق الهاكر يعني عشان يسيطر على نظامك اللي هو النظام الإلكتروني 299 يوم، وبعدها يعلن حالة الاختراق التام للنظام، اللي أقصد النظام زي نظام أبشر، نظام سفير، نظام أنجز، عشان واحد يخترقها يبغى له 299 يوم عشان يخترقها بشكل كامل ويعلن حوزته على النظام وأنه ليش يستطيع أن يستفيد من النظام بشكل كامل.
يلزم للأنشطة القائمة على معالجة المعلومات أن تساعد في تطبيق الفجوة الرقمية. الفجوة الرقمية يقول لك إيش؟ عملية البيانات المرقمنة في الإنترنت كبيرة جدا 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 جدا، فيقول لك نحمي إيش ونخلي إيش؟ يعني صعبة الدنيا. فإحنا هنا بنقول لك عشان تضيق هذه الفجوة يجب أن يكون عندك أساسيات، يعني بنيات أساسية للمعلومات الدقيقة والآمنة، يعني لا تحفظ ولا تشفر إلا المعلومات المهمة، واعمل خلق ثقة بينك وبين موظفينك في القطاع الذين يعملون معك في حماية البيانات، لأن شفت فيها أحد غير ثقة يمكن أن لا يكون مع فريق عمل تأمين البيانات. أيضا أدوات لإدارة مخاطر وأمن المعلومات، نشاهد دائما وابدا أنه أنت لا تقول أنه أنا سوف أعمل أمان 100%، ما في امان 100%، حتى جهازك الان العادي الصغير اللي تشتغل عليه ما في جهاز اسمه امان 100%، لما تركب كاسبر اللي هو نظام مكافحه الفيروسات على جهازك ما في نظام اسمه 100%، 90 85، وبهذه الصوره تتولد يعني الثقه في الموظفين لحمايه البيانات وايضا في التطبيقات والخدمات المقدمه للافراد. كثير من الناس يعني مختلقين حاولوا يختلقون نظام ابشر، وهو من الانظمه القويه في الدوله لوزاره الداخليه لمعلومات المواطنين، ومعلومات المواطنين هم يعني مجموعه كبيره من الناس يعني من اجل بيع البيانات ومن اجل يعني التعرف عليهم عن قرب، حاولوا يختلقون النظام لم يستطيعوا حتى اليوم اختراق نظام ابشر، واخذ شهاده سيرتيفيكيت انه من الانظمه القويه جدا 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 جدا. انا عندي هنا فيلم يحكي قصه مايكروسوفت وماذا عملت مايكروسوفت مع الامن السبراني، يمكنك يعني مشاهده الرابط اللي نزلته في محتوى، يعني عندك المحتوى في جهازك الان، يعني اللي حاب يسمعه بعد شوي لما اسوي بريك تسمع هذا الفيلم وتشوفون مايكروسوفت ماذا عملت وما هي حلولها مع الامن السبراني. نلاحظ من خلال الامن السبراني ان المستخدمون كثر في الانترنت، 1.6 مليار في الفيسبوك، وهذه الاحصائيه قديمه اكيد الان زياده، 1 مليار يوتيوب، 950 واتساب، جوجل 440 مليون، انستغرام 430 مليون، لينك ان، تويتر، اعداد كبيره جدا، معناته انه في نقل بيانات ما بين الناس في كل انحاء العالم. هذه البيانات يجب ان تشفر ويعمل عليها امن سبراني من اجل حمايه هذه البيانات متى اذا كانت مهمه. طيب الاستراتيجيه الوطنيه للامن السبراني، بفضل الله يعني سبحانه وتعالى وجهود الدوله لدينا السعوديه وقوتها التقنية والدعم السخي في مجال يعني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، يعني وانطلاقا من اهداف رؤية المملكة 2030 انشئت الهيئة الخاصة بالامن السبراني عام 2017 برئاسة معالي الدكتور مساعد العيبان، وتم تشكيل فريق عمل لهذه الهيئة من وزارة الداخلية والخارجية وايضا من وزاره الاتصالات لتخفيف الهجمات السبرانيه في الفضاء السبراني، وايضا يعني كان مع وزاره الداخليه في الفريق والخارجيه وزاره الاتصالات وقطاع امن الدوله او رئاسه امن الدوله، وكان هدف هذه الهيئه هي حمايه البيانات، حماية البيانات والمعلومات من خلال الهيئة الوطنية للأمن السبراني، فأصبح الأمن السبراني هو اهتمام الدولة لحماية بياناتك سواء كانت في شركة أو في أنظمة حكومية أو في بيانات شخصية حتى عبر السوشيال ميديا. أوكي؟ ايضا اهم التحديات والاخطار السبرانيه، الاخطار كثيره والتحديات كبيره في كل الدول لعمليه الدفاع في الفضاء السبراني، وايضا الهجوم والحرب متى اذا تم
يعني عملية يعني استغلال بعض الآخرين في عملية أن يكون يعني. وأيضا أصبح يعني لدينا يعني بنية تحتية قوية للمعلومات الصناعية، ويعني الاهتمام بها أصبح واجب علينا. الشبكات السلكية واللاسلكية والذاكرة الناقلة أصبحت مهم جدا لدينا في شبكات التواصل، أن يتم حماية هذه البيانات، والأخطار أصبحت كبيرة علينا. فما هو الحل؟ يقول يعني في مثل هذه الموضوعات ينتج ما يسمى بخطر الإرهاب والحرب السبرانية. يعني دائما انتشر مؤخرا يعني فيروسات كبيرة وهجمات سبرانية كبيرة على الحوسبة السحابية وفي الذكاء الاصطناعي وفي الانترنت الاشياء. يعني واصبح هناك تنصت على شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية وبرمجيات لفك الشفرات واختراق الأنظمة وقواعد المعلومات. يعني في ناس تبني اشياء جميلة في الحاسب، وفي ناس جالسة تهدم اشياء جميلة في الحاسب ويفكون البيانات التشفير من اجل الفضول، وبعضهم من اجل يعني الاستيلاء على المعلومات وبيعها. فاصبح خطر الارهاب والجرائم السبرانيه موجود، لان الناس جالسه بتفك الشفرات، ويعني اصبح هناك خطر من البرمجيات الخبيثه، لانها بتخترق انظمه الشبكات والحاسوب وتسخرها لاعمال اجراميه الى اناس اخرين لإيذاء يعني الدول أو لإيذاء الأفراد شخصيا. فأصبح واجب علينا أن ندرك تلك يعني التهديدات. طيب جميل جدا، ما شاء الله تبارك الله، العدد كبير جدا، لا زال 680، ويعني نتوقع أنه يوصل 700. فمرة أخرى من الأخطار والتهديدات السبرانية أيضا يعني خطر سرقة الهوية الرقمية والبيانات الخاصة. تخيل بعضكم يجي يكتب ايش يعني، وهذا نصيحة للطلاب والطالبات يعني المتوقع تخرجهم والخريجات ايضا والخريجين، فيقول لك لا تضع جميع معلوماتك على تويتر. في بعض الناس يجي يكتب اسمه الرباعي على تويتر او على الواتساب او على يعني اي برنامج يستخدمه، اسمك رباعي غلط، خلي اسمك دائما ايش اثنين، او اسم واحد اذا دعت الحاجة اثنين، وبعدين تلاقيه يحط رقم ايش سجل المدني. اي واحد يطلب منه سجل المدني يعطيه اياه، ويقوم ايضا يعطيه تاريخ الميلاد. فعلى فكره اذا اعطيتني تاريخ ميلادك وسجلك ورقم واسمك رباعي، اعرف انه انت انتهيت، راح انا اخترق بياناتك واسحب بياناتك البنكيه وكل ما يخص هذا الموضوع سوف يكون سهل بالنسبه للمخترق، لانه انت سهلت علي واعطيتني بياناتك، فانا اخترقتك وانتهكت خصوصيتك وسرقت هويتك الرقميه. عشان زي كذا ننتبه من هذا الموضوع، ولا يعني نشهر بياناتنا بشكل سهل جدا، ولا نعطي بياناتنا اي احد الا بصفه رسميه. دائما سارق الهويه يستعين بالانترنت وبشبكات التواصل الاجتماعي للتعرف على الضحيه ويدرس حالتك ويعرف يعني معلومات خاصه عنك، وممكن حتى يجيب رقمك للتواصل معك والتأكد من أن شخصيتك شخصية غير عدائية لعملية إيش يعني الهجوم على الضحية بالوقت المطلوب. ما هي القطاعات التي يمكن أن تخدم الأمن السبراني بشكل جيد جدا؟ القطاعات التي يمكن أن تخدم الأمن السبراني هي وزارة التعليم، يعني الداخلية والخارجية، قطاعات مالية، قطاعات الطاقة والنفط، أيضا يعني قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الصحة، وغيرها من إيش من القطاعات. أيضا لدينا عناصر رئيسية لخطورة التهديدات السبرانية، ومن هذه العناصر يعني استنادها إلى تقنيات متقدمة متطورة. يقول لك انت سويت امن لنظام معلوماتك، في ناس اقوى منك، يعني زي مايكروسوفت لما تنزل ويندوز، نظام ويندوز قوي جدا، فيقومون ناس اخرين من ابواب خلفيه من ثغرات معينه يهددون هذا النظام ويعملون عليه فيروسات زي فيروس سارس وفيروس الفدية
وظاهرة الشمعون لاختراق هذه الأنظمة بسهولة. وبهذه الصورة التقنيات المتقدمة جعلت المختنقين يتقدمون أيضا في الفكر وفي الاختراق. سرعة وسهولة انتشار هذه المعلومات وعملية يعني انتشار الفيروسات ووجود شركات كبيرة تصنع هذه الفيروسات الضارة والخبيثة في الأنظمة وفي الشبكات من أجل عمل أخطار سكرانية على القطاعات بشكل كامل. اتساع للطاقة، ممكن الفيروس يجيك من أمريكا، من بريطانيا، من أفريقيا، فيروسات معمولة وممكن يكون نقلها بصورة سهلة جدا إلى أن تصل إلى الدول المتقدمة في أمن المعلومات. وبهذه الصورة سوف يكون هناك يعني خطر سبراني على الأنظمة الموجودة لديك. أربعة من الأخطار الموجودة، الهدف الاستراتيجي دائما خلي مخاوفك وتحذيراتك بشكل يعني يومي، حذر الموظفين، حذر الشركات، حذر الناس ان هناك يعني اشكاليات امنيه. زي قبل يمكن حوالي 10 ايام جانا تحذير امني من ايش، من الهيئه الوطنيه، انه برنامج الواتساب يعني فيه له ثغره امنيه، عليكم بعمليه ايش الدخول الى موقع الواتساب مره اخرى وتحديث الابلكيشن من اجل ايش سد الثغره. ايضا ركائز وتوجيهات في التوجيه الاستراتيجي لمواجهه الاخطار السبرانيه، يقول يجب ان الدوله سياسيا تدعم يعني القطاعات بشكل كامل، اوكي، من اجل عمليه التوعيه والتثقيف وحمايه البيانات. يجب ان تكون للدوله اطار شرعي وقانون للجرائم السبرانيه. احنا لدينا في السعوديه الحمد لله قانون لحمايه الخصوصيه وحمايه الهويه الرقميه وامن المعلومات والاخطاء التي تقع من خلال يعني بعض العقوبات في انتهاك الخصوصيه. الاطار التنظيمي، لدينا هيئه مرخصه، الهيئه الوطنيه للامن السبراني. لدينا ايضا الاتحاد الامن السبراني والبرمجه والدرونز تدعم الامن السبراني. ايضا لدينا يعني جميع المناطق وجميع الجامعات، اي بحث في الامن السبراني عشان حاجه جديده تلاحظ ان الناس يعني يهتمون فيه ويدعمون يعني الابحاث في هذا الموضوع. أهم البرامج التي سوف تقدم للأمن السبراني إنه تطوير قانون للجرائم السبرانية، وأيضا يعني خلق بنى تحتية قوية جدا، يعني تسوي شبكات يعني قوية وتأمن عليها من خلال شركات عملاقة، المحافظة على الهوية الرقمية، دعم يعني قطاع الأمن السبراني بالأبحاث وإعداد الكوادر البشرية في الأمن السبراني بشكل جيد. كل هذه الموضوعات هي عبارة عن دعم للخطة الاستراتيجية في المرحلة القادمة للأمن السبراني. نلاحظ هذه الشاشة معانا، أتمنى من الجميع من الزملاء والزميلات أبناء الطلاب والطالبات صور الشاشة هذه، إذا أنت شايفها صورها لي الله يرضى عليك، لأنها مهمة جدا للفرق ما بين أمن المعلومات والأمن السبراني. نلاحظ الفرق ما بين أمن المعلومات والأمن السبراني. أول حاجة هذه احتراف، الأمن المعلومات يهتم بالمعلومات إلكترونيا وورقيا، وورقية مهمة، يعني يهتم في حفظ المعلومات في أرشفة ورقية في دواليب، ويهتم أيضا في حفظها في بشكل إلكتروني. الأمن السبراني يقول لك لا، كل البيانات، الصور، المعلومات، الروابط، البرامج، الأنظمة يحفظها ويهتم بها إلكترونيا فقط. أمن المعلومات يقول هناك يعني مسؤول عن التحقيق الأمني فيه، يقول لك الأمن السبراني هو مسؤول عن أمن الجماعات والمؤسسات والحكومات. أمن المعلومات يقول خصوصية البيانات على الأجهزة، يعني أحمي لك البيانات على الأجهزة فقط. لا، هنا الأمن السبراني يقول لك أنا أحمي لك البيانات، الشبكات، الأقمار الصناعية، أصد لك الهجمات، أدافع عنك. أمن المعلومات يقول النسخ الاحتياطي للبيانات، والأمن السبراني يهتم بنسخ البيانات وإيش وتشفيرها، يعني تشفير وين؟ الأمن السبراني. أمن المعلومات يقول تحديث الأنظمة وزيادة أمنها، والأمن السبراني هو تحديث الأنظمة وحماية وتوعية ومحاربة البرمجيات الخبيثة. أيضا هنا يعني الكشف عن الهجمات يعني تدمر العالم، يعني هذه
يعني فيلم انا انصح بيه الرؤيه ويطلع عليه موجود في صفحتي، انا نزلته في محتويات الدوره، لدينا ايش يعني اكثر من فيلم ارجو الاطلاع عليها. ما هي محاور الامن السبراني؟ محاور الامن السبراني 3 محاور للامن السبراني. اول محور هو محور الامان، وثاني محور هو محور حالة المعلومات، وثالث محور هو محور الاحتياطات. خلونا نشوف اول محور، وهو محور اساسيات الامان. اول شيء في اساسيات الامان تلاحظ ان المحور الاول ينص على السريه، يقول بياناتك لا تفصح عنها. مهم جدا انه انت لا تصرح ببياناتك للاشخاص الغير مصرح لهم. وبعض المرات انت بتصرح لهم ولكن تكون الطريقه عن طريق شغلتين: حمايه البيانات الخصوصيه، التحكم بالوصول لهذه البيانات. فنلاحظ يعني عشان نعمل سرديه بياناتنا يجب حمايه البيانات يعني وخصوصيه هذه البيانات، سواء كانت معلومات شخصيه، معلومات داخل المنظمه، ومعلومات دوليه. المعلومات الشخصيه اللي يقصد فيها في النظام السبراني معلومات عامه عنك، معلومات خاصه عنك وعن اهلك، معلومات عائليه عن افراد اسرتك وسجلاتهم المدنيه لو تعرفوا عليها الاخرين يكون هذا الشيء يعني خطر عليك، معلومات محظوره ممكن اذا في تهديد عليك وعرفوا الناس عنها في اي مكان يكون هناك يعني استغلال لهذا الموضوع من الذين ايش يقومون بعمليه تهديدك. المعلومات داخل المنظمه التي يجب ان لا نفصح عليها، بيانات الموظفين، بيانات الملكيه الفكريه ومنتجات الاخرين، يعني واحد عنده براءه اختراع ما نروح نقول للناس انه فلان جالس يسوي براءه اختراع عشان الاخرين يحاسبوا له. فعشان زي كذا يهمنا جدا بياناتك الماليه، الرواتب حقتك، العلاوات، كل هذه الموضوعات هي مهمه جدا ويجب ان تراعى ويجب ان لا يكون هناك يعني استخفاف فيها. واول حاجه في اساسيات الامان ان تكون بياناتك سريه والا تفصح لهذه البيانات والا تخبر احدا بها لانها خاصه بك فقط لا غير. طيب ايضا يقول هناك معلومات يعني بعض الناس ما يحميها، بيانات المواطنين، هذه معلومات دوليه نسميها بيانات المواطنين والمقيمين، يجب علينا حماية البيانات يعني الخاصة بالمقيمين وكذلك ايش المواطنين. هذا الموضوع مهم جدا ومميز للغاية. ايضا البيانات السرية وبيانات العسكرية هذه من المعلومات المهمة جدا لدينا ويجب ان تكون واضحة بالنسبة للجميع. من التهديدات والمخاطر التي قد تكون ضرر على تسريب هذه المعلومات هو بعض الخسائر، لو عرفوا عن بعض المعلومات ممكن تباع هذه المعلومات وتخسر يعني الدولة والأشخاص المعلومات المسروقة. إذا سرقت الملكية الفكرية تعتبر تسريب يعني لهذه البيانات، وذلك بإخبار يعني الاختراعات والأفكار لناس آخرين أو شركات أخرى للاستفادة من هذا الموضوع، وهذا خطر يهدد الدولة ويهدد الأشخاص. تشويه وتدمير سمعة الدول والمنظمات والأشخاص، هذا الشيء يهدد المعلومات ويقوم بتهديد المنظمات والدول. إذا عندك سؤال سألني. النوع الثاني من السرية هو التحكم للوصول إلى المعلومات. للتحكم للوصول للمعلومات من هوية المستخدم يعني يتم السماح له بالدخول إلى النظام ويتم إثبات الهوية عن طريق 3 أشياء. يعني عن طريق شيء تعرفه مثل كلمة المرور واليوزر نيم، تخش على نظام أبشر. ما تخش نظام أبشر إلا أن يكون لديك أكسس كنترول للمعلومات، يعني طريقة إثبات إنه أنت مثلا أنا فهد اسمي فهد، يجب أن يكون عندي يوزر نيم معطى لفهد وهو سجل المدني وباسورد انا اخترته فعلا. فيقول لك اذا ما عندك شيء تعرفه كيوزر نيم وباسورد لن تتمكن من الحصول على المعلومات. اذا والله عندي بطاقه شخصيه ممكن اروح فيها البنك اطلع فلوس
ممكن اروح فيها يعني استفيد منها بشكل كبير جدا يعني. ولكن يقول لك اذا كان عندك بصمة عين واصبع وفيس فسوف تكون اكثر امانا ولن يصلوا الى معلوماتك بسهولة. اثنين، السلامة. مهم جدا لدينا ان يكون هناك تحقق من سلامة يعني البيانات عند الدخول الى الانظمة، وشيء يكون على الباسورد في حاجة اسمها كود هاشينج، عملية المطابقة. إذا البيانات صحيحة يدخلك على النظام ويقول لك مرحبا فهد، مرحبا محمد، مرحبا ليلى، زي كذا، معناته أنه طابق النظام وأصبحت بياناتك سليمة. ولدينا أيضا يعني بعض المرات ممكن يكون تحديثات أو تعديلات على البيانات، ولكن الواحد سوف يستفيد منها بشكل كبير جدا. يجب أخذ النسخة احتياطية صحيحة يعني عشان نسترجع البيانات لو حصل لا سمح الله فقدان لهذه البيانات. ثلاثة من احتياطات الأمانة: المستوى الأول توافر البيانات أو توفر البيانات الأفيلابيلتي. مهم جدا أن تكون البيانات موجودة، وذلك من أجل اتخاذ قرار. ضعف النظام وغطى النظام لا يعني أن المعلومة لن تكون معرفة ولن يكون فيها قرار. الهوية الشخصية، يجب أن تكون لديك هوية شخصية رقمية حقيقية يعرفك من خلالها الناس والموجودين بالواقع الافتراضي والواقع الحقيقي، وذلك لنشرها في يعني لعدم نشرها في الانترنت. عندك هوية رقمية، سجل مدني، تاريخ ميلاد، يعني مو شرط تضع كل معلوماتك في الانترنت، ويجب حماية أمن معلوماتك. خمسة، الأثر الرقمي. الأثر الرقمي ديجيتال فوتو برينت، وهي البيانات التي تدل على الشخص إما بشكل مباشر أو غير مباشر. كيف بشكل مباشر الأثر الرقمي؟ مثل البيانات التي ينشرها الإنسان عن نفسه للحصول على معلومات معينة في وسائل التواصل الاجتماعي، زي لما يكون فيه إعلان عن دورة وتحط معلوماتك يقول لك هذا أثر رقمي، لأنك أنت وضعت معلوماتك بإرادتك. بشكل غير مباشر، عندما تروح تشتري مشتريات من موقع أمازون، إي باي، المواقع الضخمة الكبيرة في العالم، يأخذون بياناتك. هنا أخذوا منك بيانات من أجل غرض إيش؟ الشراء. أخيرا، ملفات الارتباط الكروكس. هذه ملفات تنزل دائما وأبدا مع إيش؟ مع المتصفحات، وهي ملفات نصية تشغيلية برمجية تساعد في عملية فتح المواقع بصورة سريعة جدا من خلال زرع ملفاتها داخل الجهاز. يقول لك هذه الملفات مهمة وفي نفس الوقت يعني مضرة. فكيف تكون مضرة؟ لأنه يقول لك هي أول طريقة يأتي من خلالها الهاكرز، لذا وجب عليك دائما بصفة أسبوعية تمسحها من جهازك من أجل لا تكون هي نقاط يعني البحث في الهيستوري والدخول عليك من خلال هذا يعني هذه الملفات الارتباط. المحور الثاني هو يعني حالات المعلومات، داتا ستيتس، يعني هل المعلومة في حالة الإدخال input، هل المعلومة يتم لها معالجة processing، هل المعلومة تصير داتا out اللي هي عملية ايش يعني اخراج بيانات، اوكي، هل المعلومة بعد ما اخرجت البيانات مفيدة ام غير مفيدة. كل هذه الموضوعات هي مهمة جدا، ويجب أن نراعي أن هناك إدخال، معالجة، إخراج، والإخراج هذا إذا كان أنا صحيح ومفيد يتخذ من خلاله يعني عمل معين. أيضا، ولا زلنا نتكلم عن الاحتياطات، المحور الثالث الاحتياطات، يقول دائما عليك بالتوعية بأساليب الاختراق والحروب السيبرانية للآخرين. عليك بعمل نسخ احتياطية وحفظها في أماكن أخرى عالية. تحديث النظام التشغيل وكذلك الابليكيشن والبرامج الموجودة عليه بصفة مستمرة، فحص الأجهزة والبرامج قبل استخدامها هو أحد يعني محاور الاحتياط التي يقيك الوقوع في الفيروسات من خلال وسائل التخزين. أبعاد الأمن السبراني، لدينا أربع أبعاد يعني مهمة جدا في الأمن السبراني. كما تعرفون يعني الأمن السبراني هو يعني ثقافة دول،
هو سلاح بيد الحكومة، وفيه حروب سكرانية في الدفاع عن الوطن، عن ممتلكات الوطن. لذا كثير من الناس يعرف انه الامن السكراني هو المحافظة على المصالح الحيوية للبلد. الامن السكراني هو المحافظة على المصالح الحيوية للبلد، فعلا هو باهتمام دولة يحاربون في الفضاء السبراني، يأملون الفضاء السبراني السعودي، ويعني يدربون عليه الأفراد لحماية يعني أنفسنا وممتلكاتنا الإلكترونية من الأعداء الآخرين المتربصين في الدول الأخرى. هناك يعني في الأمن السبراني، ليش يعني نظرنا إليه بهذه النظرة؟ لأنه في الاقتصاد أرامكو أقوى قوة اقتصادية عندنا في الدولة. تخيلوا ضربوها عام 2010، 2012 ضربوها بفيروس الشمعون، فكانت يعني هنا بعد 2012 و2010 اصبحت ارامكو من اقوى الانظمه الموجوده حاليا. وايضا وزاره الداخليه والخارجيه حاولوا ايش عمليه اختراق الانظمه ولكن بدون جدوى. البعد العسكري، يعني كثيرا يعني ما كانت الحروب في السابق هي حروب عسكريه في الميدان، الآن يعني ومن عدة سنوات أصبحت الحروب عسكرية قليل في الميدان، أصبحت الحروب حروب إلكترونية أو حروب الأمن السبراني، وأصبحت هذه الموضوعات مهمة جدا 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 بالنسبة لدى الآخرين. أوكي، ويعني أصبحت الدولة تهتم بتأمين مواقعها، تهتم بتأمين فضائها السبراني، تدفع مبالغ طائلة في الأمن السبراني. هل في أبعاد اجتماعية في الأمن السبراني؟ نعم، عندما تخترق بياناتك في السوشيال ميديا سواء في الواتس ولا في السناب، ولا تخاف على بياناتك وتخاف من الأشياء المحفوظة داخل هذه السيرفرات وتخاف على نفسك، وممكن يصيبك اكتئاب. أوكي، جوالك هو جوالك، لما تضيع البيانات اللي عليه في اليوم مثلا صور، وهذا يصيبك حالة نفسية شديدة لعدم ترجيع هذه البيانات. البعد السياسي، هل الأمن السبراني سياسي؟ نعم، إذا عندك أمن سبراني قوي يمكن أن تحكم الدول التي ليس لديها قوة فضاء سبراني وتتحكم في رأيها، ويعني يكون رأي هذه الدولة قوية سبرانيا، يعني كلمة على الدول المجاورة كما هو حاصل في سويسرا. في الدول التي تفككت من سويسرا الان عندها قوه في الامن السبراني تتحكم فيها كلها من خلال يعني التنسيق مع سويسرا، روسيا معلش، مع روسيا. الابعاد القانونيه، هل لدينا قانون نظام معلوماتي؟ نعم، لدينا قانون نظام معلوماتي سوف اتكلم عنه في نهايه المحاضره. الحروب السبرانيه، اصبحت هذه الحروب هي جزء لا يتجزا من الميدان، وهو يعني الحرب الخامسة يعني وقوية ما بين يعني الآخرين في عملية الانتقام في الفضاء السبراني. أصبح يعني تعزيز حماية البنية التحتية في أي دولة يعني هو أمن لكل دولة ورفاهية جانبها الاقتصادي. نحن دائما لابد أن نعرف أن لدينا قوتين مدمرتين في العالم، وهي الحروب السبرانية يعني ما بين إسرائيل وإيران، فكان لازم على الدولة التصدي لهذه الحروب والعمل على تأمين بياناتنا. تخيلوا معي يا أبنائي يا بناتي أنه في عام 2008 يعني أحد الدول الأوروبية أصيبت إيش ب يعني انضرب فيها إيش نظام الكهرباء، نظام الكهرباء المشغل للآلات انضرب. تخيلوا ماذا حدث؟ طفت أسبوع كامل المدينة. تخيل لما تطفي عندك المدينة أسبوع كامل، هل بيكون في سرقة؟ نعم، بيكون في سرقة، بيكون في مشاكل، بيكون في يعني نهب، بيكون في كل الخيرات في هذه الدولة سوف تصبح إيش يعني غنيمة لإيش للسارقين وللمخترقين لهذا النظام. وإذا طفت الكهرباء في الدولة أسبوع كامل معناته انهارت الدولة لكثرة المصائب التي سوف تحصل في هذا الموضوع. فلذا يجب على الأمن السبراني كهيئة حماية بياناتنا السبرانية بشكل جيد وقوي.
لو سمحتوا هذا الان برضو صح سؤال وجواب بينك وبين نفسك، انا ما راح اسالك لكن اختبر نفسك الان في هذا النشاط، هل تقوم بتغيير كلمه مرور حسابك في الايميل بشكل دوري؟ هل تستخدم نفس كلمه مرورك في جميع حساباتك تويتر سناب ايميل وغيره؟ هل تحتفظ بملفات الارتباط الكوكس على جهازك الشخصي؟ هل تقوم بتحديث النظام؟ نعم لا. هل تقوم بحفظ صورك على خدمات التخزين السحابي الكلاود كومبيوتينج؟ اجيبوا 10 دقائق بريك ثم نعود مجددا مرة اخرى وشكرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. مرحبا بكم ابنائي الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم، وكذلك الخريجات المتوقع تخرجهم والخريجات السابقات. حياكم الله في دورة مهمة جدا وهي في اسم دورة الأمن السبراني، كيفية حماية معلوماتك، كيف نفهم الأمن السبراني، كيف نؤمن على معلوماتنا بشكل جيد. سوف نبدأ الجلسة التدريبية الثانية، وأسأل الله التوفيق للجميع. أنا شاهدت بعض التعليقات على الزملاء أنهم يجيهم يقول روابط غريبة في الاسمس أو في واتساب. النصيحة، أي رابط يجيك من أي جهة غير معروفة المصدر ابدا لا تفتح هذا الرابط او تفتح هذه الصوره، لان الصوره ممكن تجيب صوره وصوره بعض المرات ايش صوره مثلا ايش يعني فيها اشياء جميله مثلا يستحسنون يعني الشباب مثلا يورون ايش صوره كوره مثلا لاعب كوره زي ميسي، فالشباب يشوفون ميسي يعني يستانسون عليه يضع صوره يخش ويش في متاهات واخترق يعني بياناته وجوالاته. ايضا البنات يجون مع الشيء اللي هم يحبونه، يجون مع الازياء ومن الازياء، فتشوف البنت وتفك على طول لما تفك الرابط يعني تتضرر. فيقول لك كنصيحه امنيه في الامن السبراني لا تفتح اي روابط او اي صور من شخص مجهول لديك لم يكن محفوظ بجهازك او بجهاز اتصالك سواء ايميل او يعني جهاز اتصالك اي جوال، وذلك من اجل رفع الوعي والامن والحذر وعدم الثقه في الاخرين الذين لا يكونوا معروفين يعني الجهات في الانترنت. هذا احد الاسئله التي طلعت عليه في الشات قبل قليل واجبت بشكل عام للجميع. بعض الناس يقول يجيني رسائل تسويق، لا تفتح الرابط اذا ما عجبتك احذفها بس هذه. لكن واحد يقول لي ليش كيف جابوا رقمي؟ جابوا رقمك لانك انت بتسجل في الصيدليه، بتسجل معلوماتك ورقمك في المستشفى، بتسجل في كل مكان بتسجل. ففي بعض الناس ياخذ هذا البيانات ويبيعها على شركات التسويق، فيكون اسمك مع عدة شركات تسويق للأسف، ويعني يعرضون عليك مبيعاتهم. برافو رجوان بقيس، حلو سؤالها حلو. تقول كيف أعرف الروابط؟ الروابط الآمنة يعني هي HTTPS، الروابط الغير آمنة هي HTTP. الفرق ما بينهم اس يعني سكيور سكيورتي، اذا شفتي اس على طول حتى لو ما تعرفين المصدر، في له اس معناته امن، بدون اس معناته هذا ممكن يكون امن، ممكن يكون غالبا ما يكون ايش امن. برامج كثيره استاذه عائشه تقول عن برامج ملفات التجسس التي تبحث في معلومات الاجهزه والشبكات وتجيب معلومات للمخترقين، برامج كثيره يعني ممكن ايش يعني تلاحظين انه في برامج تي توك مثلا، برنامج سب وير اسمه كذا سي سب وير، اوكي كثيره برامج جسس تضع ملفات ومعلومات الاجهزه والشبكات لاجل سحب معلومات للضحيه وانت ما تعرف. طيب اوكي ننتقل الى الوحده الثانيه، وهذه الوحده الثانيه مهمه جدا وهي تتكلم عن الفيروسات والامن السبراني. فيما يخص الفيروسات والامن السبراني لدينا يعني الفيروسات، ما معنى فيروس؟ هو الفيروس هو عباره عن برنامج تخريبي صمم عمدا من قبل مبرمجين محترفين للاخلال بيعني الانظمه ويعني سرقه معلومات الاجهزه بدون اذن مستخدميها، وهذا يعني يعتبر يعني جرائم معلوماتية أو جرائم سبرانية من خلال ما يسمى بالهاكرز. لكن للأسف الهاكرز لا يعرف من صنع هذا الهاكرز ومن أطلقه ومن إيش جعله يكون يصيب يعني البيانات بشكل كبير جدا.
هذا تعريف الهكر، تعريف الفيروسات. هناك فيروسات نافعة وهناك فيروسات ايش؟ ضارة جدا، سوف نتعرف عليها. لكن الفيروس هو برنامج يعني تخريبي عمل من قبل مبرمجين اكفاء لديهم قدرة عالية في الاحتراف في الجودة من اجل الاخلال بالملفات والانظمة وانظمة التشغيل وتخريب يعني هذه الاجهزة بدون اذن مسبق. طيب، ما هي مميزات الفيروسات وصفاتها؟ من صفاتها تتميز بالتناسق والتكاثر. اذا جاء فيروس الجهاز ووصل للذاكرة يقول لك ينسخ نفسه في عدة ايش؟ اماكن في الذاكرة. ايضا يقول لك ايش؟ الربط الذاتي للفيروس. كثير من الفيروسات تعمل على ربط نفسها وتاخذ ايش؟ ما يسمى بالهوست، يعني احتضان ل يعني فيروسات اخرى، وعملية ايش؟ انها تنتشر من تلقاء نفسها عن الصفة. وايضا يقول لك الفيروس الحاسوب هو مرض اصلا معدي للغاية. لما يتكون الفيروسات تتكون من التناسخ، انها تنسخ نفسها بشكل مكرر من خلال وجودها في الذاكرة وفي كل البرامج. ممكن التخفي، تتخفى، بروتكشن اللي هو عملية تخفي، اوكي، فيعني يتخفى من مكان في مكان، من برنامج الى برنامج وهكذا. التنشير، اوكي، وهذا يعطي الفيروس انه يكون خامل، ومرات في ساعات معينة في تاريخ معين يكون نشط. التنفيذ يعني وهو المهمة المناطقة بالفيروس لتنفيذها، يعني تنفيذ المهام عند بدء النشاط وانتشاره. فتلاقي ايش عندك مهام معينة يعني يقوم بعملها مثلا كل يوم صباح، وبعد ذلك ايش؟ يختفي هذا الفيروس. هذه هي مكونات اي فيروس، انه ينسخ نفسه، يختفي، يتنشط، يكون تنفيذي في وقت معين. كيف تنتقل الفيروسات بنوعين، يا طريقة مباشرة يا طريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة انه مثلا عندك جهازك الحاسوب تستخدم فيه وسائل التخزين، واغلب وسائل التخزين فيها فيروسات، ينتقل الفيروس مباشرة. بطريقة غير مباشرة انه انت فكيت لك رابط في البريد الالكتروني حقك وضغطت عليه واصبح يعني عندك ايش؟ انتشار الفيروسات في جهازك. او تحميل ملف يعني من الانترنت ما تعرف مصدر هذا الملف، ولم تعمل له سكان، وبهذه الصورة يعني اصبح هذا الملف يعني فيه فيروس واعدى جميع يعني ملفات الجهاز والهاردوير والسوفت وير بالجهاز. ما هي انواع الملفات المصابه بالفيروسات؟ كثير من الملفات التي تصاب بالفيروسات هي ملفات من نوع امتداد exe.com.elf. سجلات الملفات والبيانات الخاصه بالبوت ريكورد والماستر بوت. ملفات الاغراض العامه، السكريبت النصيه البرمجيه، ملفات الوورد كلها والمايكروسوفت ويندوز يعني، وملفات قواعد البيانات وملفات الاوتلوك الخاصه بالايميل، ملفات الـ PDF تصاب بالفيروس، ايضا HTML تصاب بالفيروس. طيب، اوكي، مره اخرى كيف نحمي انفسنا من هذه الفيروسات؟ اول حاجه يقول لك يعني نصائح ننصح بها الجميع، حمل برنامج مضاد للفيروسات وفحص اي ملف قبل نزوله للجهاز او على الشبكه. الاحتفاظ بنسخه احتياطيه بكر من البرامج والملفات في سي دي وعلى جهاز خارجي لديك. ايضا تنصيب انظمه تشغيل اكثر امانا كنظام لينكس ويونكس. عدم تشغيل ملفات وبرامج مجهولة المصدر، هذا كلام صحيح، اللي هو عدم تشغيل روابط أو صور مجهولة ايش؟ المصدر. وأخيرا أخذ الحيطة والحذر من البريد الإلكتروني والروابط يعني الإلكترونية المجهولة وفحصها من قبل فتحها على الأنظمة. لإزالة الفيروسات بشكل كامل ما عليك يعني الا تنصيب برنامج انتي فايروس او كاسبر او نود 32 وعمل سكان لكل الملفات
وبعد ذلك سوف تلاحظ انه الدخول الى الشبكه والداونلود منها يحتاج انه انت تعمل دائما يعني اختيار مواقع موثوقه من اجل عمل التنزيل وعدم انزال مع يعني ملفات تنزيل اي مجلد او اي برنامج فيروسات قد تؤذي جهازك بشكل كبير جدا. طيب كيف تحمي سنابك؟ كيف تحمي تويترك؟ كيف تحمي تويترك؟ كيف تحمي واتسك؟ كيف تحمي يوتيوبك؟ كل هذه الموضوعات مره مهمه جدا 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 في عمليه انه انت كيف تحمي نفسك بشكل جيد وواضح. فيجب على الجميع انه يعني ببساطه يضغط على اعدادات سناب مثلا او تويتر ويروح للخصوصيه، وفي الخصوصيه مكتوبه التحقق الثنائي. الان هذه جت بفتره ليست بطويله انه كيف تعمل تحقق ثنائي لو اخترق واحد سنابك او واتساب. للاسف الواتس اقل البرامج اللي هو خطرا وثغرات موجوده فيه، اوكي؟ فتلاحظ انه تعمل اليه التحقق الثنائي بخطوتين، تضع جوالك، تضع ايميلك، وبعدين ايش؟ سوف يعني يطلب منك كل فتره دوريه رقم التحقق الثنائي. طيب احنا الان فهمنا كيفيه ايش حمايه بياناتك بشكل جيد، وايضا يعني تعرفنا على كيف نتعامل مع حمايه البيانات بشكل دقيق في السناب او في تويتر او في اليوتيوب او في الواتس. ما عليك الا الدخول الى اعدادات، ومن ثم خصوصيه، ومن ثم اختيار اليه التحقق بطريقتين، ومن ثم سوف ايش يعني تعمل ايش عمليه ايش اختيار التحقق بخطوتين، تضع رقم جوالك عشان تجيك عليها رسائل التحقق، وايميلك، وبهذه الصوره تكون انت عملت على حسابك في التويتر او في السناب او في الواتساب. لاحظوا يقول لك كيف يعني تحمي الواتساب اذا لا سمح الله فقد الواتساب وهو يعني برنامج غير امن بشكل كامل وفي ثغرات كبيره. يقول لك ارسل support@whatsapp.com الى الواتساب وتصير لهم موضوع مسروق يعني واتسي او مفقود او فقد حسابي، واكتب لهم المشكله وارسل الايميل، سوف يتم التجاوب معك والرد عليك، وبعد ذلك لديهم خصوصيه للبيانات وخصوصيه لسرقه ايش البيانات. كيف تحمي تطبيقك؟ يقول لك اختر نصائح مهمه، اختر تطبيق كلمه باسورد معقده فيها رموز احرف كبيره احرف صغيره، يجب ان تكون خليط بين الرموز والاحرف الكبيره والصغيره. لا تتصفح حسابك من اي مقهى او اي اجهزه عامه، فقط تصفح جهازك من حسابك الشخصي ومن جهازك. لا تقوم بتتبع الروابط التي تاتيك ما بين حين واخر. عدم عرض بياناتك الشخصيه على موقع تويتر وعلى وكل وسائل التواصل الاجتماعي. لابد من مراجعه التطبيقات الخاصه بك ومنع تحميل التطبيقات الخبيثه على جهازك. لحمايه معلوماتك بشكل عام ما عليك الا تحديث انظمه تشغيل، تجنب زياره المواقع المشبوهه والاباحيه، احرص على تحديث الانظمه وجدران الحمايه، قم بعمليه ايش؟ يعني كن حذرا بما تشاركه في التواصل الاجتماعي، كن حذرا عند استخدام الشبكات اللاسلكيه بشكل امن، احرص على تثبيت مكافح برنامج للفيروسات، هنا تحمي الاجهزه وتحمي الشبكات بشكل جيد. يقول احد الفلاسفه ليس كافيا ان تمتلك عقلا جيدا، فالمهم ان تستخدمه بشكل جيد، وكن حذرا لحمايه بياناتك، واتبع التعليمات للامان بدلا ما تخسر كل شيء. هذا احد يعني الفلاسفه يقول، وهذه طاقه ايجابيه بعد ما خوفناكم من الفيروسات. الوحده الثانيه وهي الهندسه الاجتماعيه والاختراق الاخلاقي. الاختراق الاخلاقي هو عباره عن مهاره هامه تسمح للمختلف بالاختراق في مستويات الامان واختبار الانظمه باذن يعني مخترق اخلاقي. اختراق غير اخلاقي هو الهاكرز.
ففي ناس اخرين اسمهم المهندسين الاجتماعيين، والهندسه الاجتماعيه هي التلاعب على البشر وخداعهم بمعلومات مغلوطه وبوسائل ذكاء خطيره جدا لسحب معلوماتهم بشكل سهل جدا. فنلاحظ ان كثير من يعني المختلقين الاجتماعيين يعني يمتلك نقاط قوه وضعف، ولكن نقاط القوه لديه يعني اقوى وذكي جدا في العمل على المشاعر الحساسه وايقاع الضحيه بسهوله وباغراء من خلال يعني هذه الاغراءات. اهل الهندسه الاجتماعيه يركزون بصوره اساسيه على الخدمات الماليه. لما يخترق زي اللي يخترقون في الواتساب اللي سمعتوا عنه في الفتره الماضيه، كثيرين ما له دخل، ما يجيب لك مشكله ولا حاجه، ياخذ واتساب 5 ساعات 6 ساعات ويرسل على الناس يبغى بس فلوس وانتهى الحديث. كيف نحمي انفسنا في الهندسه الاجتماعيه؟ يقول النصيحة الأولى، لا تشارك أي أحد من معلوماتك الشخصية مع أي جهة كانت إلا بخطاب رسمي أو إذن رسمي. اثنين، يقول تحقق دائما بالأشخاص الذين يتحدثون معك عبر الهاتف، عبر البريد، عبر الدردشة، لا تفتح من خلالهم أي شيء ممكن يؤذيك. ثالثا، لا تفتح منفقات البريد الإلكتروني لأشخاص غير معروفين بالمصدر، لأن هذا ممكن ايش يكون يعني اسلوب تصيد جديد من خلال المهندسين الاجتماعيين. اعمل على تامين هاتفك وحاسوبك بالشكل القوي، وضع مكافح للفيروسات كي تضمن عدم يعني وسائل التصيد من خلالك. لماذا ينجحون اهل الهندسه الاجتماعيه؟ يقول لك مثلا، شوفك انت تحب مثلا فنان معين زي محمد عبده مثلا، وكل الشباب يحبونه، فيقول وفاه محمد عبده تلاقي الشباب يضغطون على الخبر مزعجين، وبعدين يقعون ضحيه. زي نفس الكلام يقول للبنات، والله اليسا وفاه اليسا اليوم، البنات كله ايش يضغط على الرابط يشوفون صورتها، وعلى طول يقع ضحيه، ومن الفضول اللي عندك وقع الضحيه ليش؟ للناس الاخرين. فخليك يعني حذر دائما، وانتبه من احد يثير عواطفك ويخادعك باسلوب حلو جدا في الانترنت، وبالنهايه تقع ضحيه لهذه الهندسه الاجتماعيه. كيف يعمل المهندس الاجتماعي؟ هو شخص ذكي يمتلك الفراسه، يجيك على الجانب اللي انت تعمل عليه، او يجيك على جوك زي ما تقولوا، اوكي؟ يتعامل مع الضحيه بفن، بخبره، بنفسيه عاليه، وممكن ياخذ معلوماتك منك انت شخصيا، اوكي؟ باسلوب سهل جدا، اوكي؟ يوهمك انه هو مسؤول كبير، زي اللي يرسلون علينا الان في الجوالات يقول حدث بياناتك البنكيه، يضحك على الناس. فبعض الناس مسكين ايش ممكن يروح يصدقهم، وبعض الناس لا، شاف الشغلات هذه قديمه واصبحت واضحه، فاصبحت يعني ممنوعه بالنسبه لدي. ايضا ينتحل شخصيه عامل الصيانه، اوكي؟ ممكن وياتي الدوام وياخذ معلوماتك من الشبكه ويروح يعني يحقق المهاجم الثقه بينه وبين الضحيه ايام طويله اللي هو المهندس الاجتماعي، وبعدين ينقض عليه ويتسلط على بياناته بشكل كبير جدا، ممكن عن طريق الاتصال يتصل عليك المهندس الاجتماعي ويسحب بياناته بخدعه جديده ذكيه لا تعرفها. فحاول ان ترفع سقف الحذر والوعي من هذه الموضوعات. كيف نحمي انفسنا من الهندسه الاجتماعيه؟ اتلاف الاجهزه القديمه، التدريب والتثقيف وتوعية الموظفين بمشاكل الاختراق، وضع جدار حماية آمن، ووضع يعني مباني قوية جدا في المنظمة، وعدم الدخول إلا بتصريح، التحكم بالمكالمات الهاتفية وسرية هذه المكالمات، وعدم استخدام مداخل خطوط هاتفية للحماية، توعية الموظفين بمراقبة الشبكة ورد أي هجمات ترد في الشبكة، رفض اعطاء معلومات الا بتصريح رسمي، استراتيجيه الرد في حاله المواقف الحرجه لطلب المعلومات، اتلاف المستندات الورقيه والاجهزه التي تحتوي على كلمات سر لدخولك، لا تكتب اوراق سريه وبتجعلها متاحه للجميع والكل يجي يخش على النظام. هذه احد طرق وسائل الهندسه الاجتماعيه.
طيب نتكلم عن الجريمة السيبرانية الآن حاليا، وهي آخر جزء يعني في موضوع يعني بث الأمن السيبراني، وسوف يعني يكون هذا الموضوع تفصيلات كثيرة. ومن حاب يسألني ما عندي أنا أي مشكلة، ممكن يرسل لي على الإيميل أو يرسل لي على الشات أو يرسل لي يعني يتكلم معي صوتيا نهاية المحاضرة، سوف نعطي دقائق للحديث. خلونا نتكلم عن الجريمة السيبرانية. الجريمة السيبرانية بشكل عام هي عمل شيء غير مشروع في الأنظمة التقنية، بس هذا أسهل طريقة ممكن يعني نشرح فيها الجريمة السيبرانية. وتعريف الجريمة السيبرانية هو عمل أي شيء في الأنظمة التقنية بدون إذن، أوكي، أو الدخول بغير وجه حق إلى جهاز الحاسب أو جهاز آخر في الشبكة بدون إذن ولم آخذ تصريح لذلك. هذا هو تعريف ايش الجريمة السيبرانية، عمل اي شيء بدون اذن في المنظمة، اوكي، يعني ما عندك تصريح على الجهاز وانت الا تخش على الجهاز وانت ما. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة اخرى اهلا وسهلا بي الجميع، حياكم الله. نعتذر عن الانقطاع الذي خارج عن ارادتنا، ولكن نكمل ما تكلمنا فيه بخصوص الجرائم السيبرانية. هو الجرائم السيبرانية هي الدخول إلى الجهاز أو إلى الشبكة أو إلى النظام بغير يعني إيش إذن. تكلمنا عن هذا الموضوع، هذا الموضوع هو مخالف لموضوع الجرائم السيبرانية، وهو يعتبر مؤذي بالنسبة للجرائم السيبرانية. وكنت أسأل سؤال مهم جدا، وهو ما هي أكثر مدينة فيها جرائم سيبرانية؟ جدة، الرياض، الشرقية، الشمال، تبوك، عرعر، حفر الباطن، يعني أي مكة، يعني ما هو المكان الذي فيه له إيش؟ يعني تتوقع إنه فيه له إيش؟ جرائم سيبرانية كثر. هو منطقة الشرقية، منطقة الشرقية هي أكثر يعني مدينة فيها جرائم سيبرانية، لأنها يعني مدينة منذ فترة طويلة من الزمن هي مدينة يعني حصل فيها يعني يعني حصل فيها إيش إنترنت دخل بسريع من ذلك الوقت، وهي المدينة إيش القوية التي يعني دخل فيها إنترنت قبل 96، وكانوا يعني يشتركون مع دول مجاورة في الإنترنت، وكانت أرامكو ذلك الوقت فيها إنترنت قبل دخول الإنترنت بشكل كامل على السعودية. هل في قوانين جرائم يعني معلوماتية أو سيبرانية على مستوى العالم؟ نعم، في اتفاقية بودابست 2001، وفي اتفاقية أمريكية عام 1999، وفي جهود الإنتربول الدولي. نلاحظ ان في القوانين الدولية تجرم الدخول الى الانظمة بغير يعني اذن، واختراق الانظمة يعد حاجة اختراق لخصوصية البيانات التي يعاقب عليها القانون الدولي في مادة رقم 12 خصوصية البيانات للافراد والجهات. الاتفاقية الامريكية في امريكا عام 99 عقدت الاتفاقية ممثلة بقانونيين وشركات بما هي الجريمة المعلوماتية، عرفوا حدة الجرائم المعلوماتية، من هم أعضاء فريق تحديد يعني مشاكل الجرائم المعلوماتية. أيضا في الاتفاقية الأوروبية أيضا حددت يعني مع دول أوروبا عام 2001، سميت اتفاقيتهم باتفاقية بودابست، عرفوا الجريمة السيبرانية وما كيف يلاحق مرتكب هذه الجرائم وكيف يعني تحدد عقوباته. وللأسف أكثر الجرائم السيبرانية أو المعلوماتية هي تسجل ضد مجهول، لأنه لا يعرف خيوط يعني هذه الجريمة. أخيرا الجهود الانتربول الدولي، الانتربول الدولي منظمة يعني وقعت فيها كل المعاهدات الدولية، يعني يتساعدون في من خلال من يعمل جرائم في دولة سوف يحاكم في دول العالم الأخرى بالتعاون مع هذا الانتربول الدولي. هل الجرائم السيبرانية لها أثر على المجتمع؟ نعم، لها أثر على الدولة، لها أثر على الأطفال، لها أثر على الاقتصاد.
لها اثر على النفسيه، اثر على الدوله، تخسر الدوله اصلا يعني الان حاليا تخسر خساره كبيره من عمليه واحده، ممكن تصل الى 10 مليون ريال لو ضرب موقع من اجل اعادته وترميمه وتامينه مره اخرى. اثار الجرائم المعلوماتيه على اطفال، نعم، التغرير والارهاب والعاب الحوت الازرق التي قتل فيها اطفال كثير والتي يعطون تعليمات لعمليه ايش يعني الارهاب والتعامل مع والديهم بصوره يعني مغايره وصعبه، لذا يجب علينا ايش الانتباه لمثل هذه الموضوعات. ايضا الجرائم لها اثر على النفسيه، نعم بالفعل لها اثر على النفسيه. كيف؟ جوالك، هو جوالك الان لو فقدت في جوالك الصور وجهات الاتصال انت اكيد تزعل يعني بشكل كبير جدا، وما تقدر يعني ايش يعني تعيش يومك لان انت فاقد معلومات او فقدت جوالك او صورك منك، يعني الصوره سوف تكون نفسيتك يعني غير طيبه، لذا وضعت يعني عقوبات وطرق لهذه الجرائم السبرانيه. من طرق هذه الجرائم السبرانيه سرقه المعلومات والابحاث، تزوير وتعديل المعلومات تعتبر جريمه، تزييف يعني وضع المعلومات بشكل غير صحيح يعتبر معلومه، انتهاك الخصوصيه، هذه انتهاك الخصوصيه ماده 12 في القانون الدولي اكدت على عدم انتهاك الخصوصيه. التنصت على المكالمات ايضا يعتبر جريمه سبرانيه، التجسس، التشهير، احالة الشخصيات، سرقة الافكار الابداعية، الدخول الغير قانوني، كلها جرائم سبرانية، هذه امثل عليها. قرصنة البرامج اللي هو نسخ البرامج وعمل كراك عليها وكسرها يعتبر جريمة سبرانية. قرصنة البيانات والمعلومات جريمة سبرانية. خلاعة الاطفال وايذاء الاطفال في الانترنت جريمة سبرانية. والقنابل البريدية ايضا جريمة ايش؟ سبرانية. افشاء اسرار النظام واعطاء معلومات للاخرين تعتبر جريمه سبرانيه. الاحتيال المالي جريمه سبرانيه بالبطاقات والاونلاين بنك. سرقه الارقام والمتاجره فيها تعتبر جرائم سبرانيه. ايضا التحرش الجنسي يعتبر جرائم سبرانيه. كيف تحدث الجريمه السبرانيه؟ اذا كان الجاني اللي هو الرجل الذي سوف يقوم بعمل جريمة سبرانية متحفز ولديه هدف مناسب حدده، اوكي، والرقابة في ذلك الجهة غائبة والنظام غير مشفر، سوف تحدث الجريمة السبرانية. الجاني المحفز الذي لديه الشغف يحدد هدفه، واذا الموقع ما عليه مراقبة وليس فيه تشهير سوف ايش تحدث الجريمة السبرانية. طيب اذا حدثت مرحل يقول لك تنتقل الى تطبيق كلنا امن، تكتب ماذا حدث لك، اسمك وسجلك المدني، وتصور الحدث وترفقه من خلال رفاق، ويعني بعد ذلك يروح الطلب ويعطونك رقم طلب في الدوريات الامنيه، يتم علاج هذه الجريمه وتطبيق القانون عليها بحجم الماده التي تم ارتكابها في هذا الجرم. خلونا نتكلم عن الجرائم. قانون الجرائم السبرانية في المملكة العربية السعودية هو قانون ب 16 مادة، عمل عام 2008، طور 2008 نعم، وطور 2012، وطور ايش 2016. هدفه المساعدة على التحقق الأمني المعلوماتي، حفظ الحقوق في الشبكات المعلوماتية، حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب، حماية الاقتصاد ايش الوطني، هدف هذا الجروب. هذا قانون. طيب اقل عقوبه فيه ايش؟ لاحظ يعاقب بالسجن سنه ولا تزيد، الغرامه على 500,000 ريال اذا تنصت على الشبكه، دخل بشكل غير مشروع، هدد احد يعني اوكي، المساس للحياه الخاصه لاساءه الهواتف النقاله المزوده بكاميرا، التشهير بالاخرين والحاق الضرر بالاخرين. اعلى عقوبه يعاقب فيها 10 سنوات وخمسة ملايين ريال، اللي هي إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية، الدخول غير المشروع إلى مواقع إلكترونية أو الحديث في السياسة أو في الأمن الداخلي والخارجي، 10 سنوات وخمسة ملايين ريال غرامة.
يعني هذه اعلى عقوبه واقل عقوبه. طيب يشوف توصيات الدوره، يقول لك يجب في توصيات الدوره ان تحدد قوانين الجرائم المعلوماتيه السعوديه بشكل مستمر، استحداث هيئات ترتبط بوزاره الداخليه او المحاكم، والان الحمد لله في هيئه للجرائم الالكترونيه او المعلوماتيه مرتبطه بالمحكمه، توعيه الاطفال الكبار والموظفين بشكل دائم وبخطوره الجرائم الالكترونيه من خلال حملات توعيه في المدارس وتثقيف مكثف، الاهتمام بمكافحه الجرائم المعلوماتيه لان اثرها كبير وتخسر الدوله يعني مبالغ كبيره جدا، مقاضاه الشركات التي تبيع ارقامكم يعني ويسوقون عليكم حتى وان لم يكن عليك ضرر، ولكن ممنوع بيع ارقام ما لم تستشير وتستاذن صاحبها، تطوير قدرات الشرطه والمحاكم في الدوله يعني لمعرفه الطرق الجديده للحيل والخداع، واخيرا حث المنظمات على زياده امن بياناتها وامان انظمتها وتشهير هذه الانظمه وعمل جدران امنه للتصدي لتلك الهجمات. هذه مراجع الدورة، كنت أنا معكم أخوكم فهد الدكتور عضياني في الأمن السبراني، هذا مقدمة في الأمن السبراني في حديث كبير وفي تطبيقات كثيرة وتطبيقات عملية موجودة، يعني أنا أتشرف في الجميع، وهذا هو معلوماتي للتواصل، التويتر نشط عليه وأرد عليه بصفة يعني سريعة، وهذا هو إيميلي وأتشرف في الجميع وجزاكم الله خير. إذا في أي سؤال أي استفسار تقريبا 10 دقائق يعني ممكن أتكلم معكم، بعد ذلك إيش يعني ممكن نقفل السيشن حق المحاضرة وجزاكم الله خير. هذا يعني وأخيرا هذا، وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأعتذر من الجميع. صحيح اليوم كنت يعني مريض قليلا، ولكن الحمد لله أعطينا الدورة يعني بكفاءة. صحيح في اشكاليه البلاك بورد عند يعني وجود اعداد بعد 400 يعلق البلاك بورد، لكن المحاضره مسجله بالكامل ستجدونها ان شاء الله بكره موجوده، وترجع للمحاضره تقرا فيها. انا علقت في البي دي اف فايل موجود لديك فلا تشيلونها. جزاكم الله خير، واتمنى لكم التوفيق في حياتكم العمليه بعد التخرج، والخريجين اتمنى لهم يعني اعمال جميله تليق بهم ان شاء الله. موجود في الصفحه الاولى مكتوب برنامج كفو معلومات الدوره، معلومات الدوره مكتوب تحت، هو فايل مكتوب تحت بي دي اف فايل. تنحسب حضور، نعم اهم حاجه دخولك في الدوره اكثر من 50%، راح تجيكم الشهادات ان شاء الله على حساباتكم اللي هي الايميلات. ايميلك لابد ان يكون محدث، ايميلك لابد ان يكون محدث في النظام وفي البلاك بورد عشان يجيك الشهاده. ايميلك مو محدث، ما تفتح ايميلك ما راح يجيك شهاده ولا راح يعني يكون ايش واصله لك. سيره ذاتيه، حدثي يا اروى بياناتك في اجهز الايميل وفي البلاك بورد. من يدخل المحاضره مسجله كامله ما لم يدخل هنا لن يتم ايش يعني اعطاء الشهاده، راح يكون للفائده والتعليم والتطوير بس اللي يسمعها. نعم الاختراق يكون ايش بطريقه ايش اعطائك الرابط واستدراجك، وبعدين يطلب منك اليوزر نيم والباسورد، يعطيك زي مثلا التويتر، يجون يسوون لك شعار تويتر ويقول لك ادخل ايش يعني البيانات الخاصه فيك، اوكي، وبهذه الصوره يعني انت على بالك في تويتر تحط يوزرك وباسوردك ينسخ البيانات عندهم في الداتا بيز، وبهذه الصوره يسرق بيانات التويتر الخاصه فيه.